ہمارے بہت ہی پیارے مہمان قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب کہ وہ مائک پہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب ذرا ہما تن گوش ہو کے ان کی تلاوت سننی ہے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے لہجوں میں یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قاری عبدالوکیل عزیزی صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو ومن يدع مع الله ومن يدع مع الله إلها آخر لا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي قلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.